السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. البروستاتا، البروستيت، بروستيت جلاند، غدة موجودة في الرجل صغيرة، حجمها زي حباية المشمش الصغيرة أو الوالنات اللي هي عين الجمل. موجودة فين؟ موجودة بالظبط تحت البلادر، تحت المثانة وقدام المستقيم. زي ما انتوا شايفين في الرسمة ديت المثانة وده المستقيم، اهو المستقيم ودي المثانة، فاذا هي ايه؟ تحت المثانة وامام المستقيم، ديت البروستاتا تحت المثانة وامام المستقيم، وهو ده الموقع الخطير. وبسبب هذا الموقع لما بتتعب البروستاتا بتعمل مشاكل كتير بسبب موقعها الاستراتيجي الخطير دوت، زي ما هنشوف فيما بعد. من خلالها بتمر الحالب، أنبوبة الحالب، وبرضه بتمر الأنبوبة المنوية. الحالب واخد رقم واحد بالأخضر زي ما انتوا شايفين الصغير ده اللي جاي من المثانة، والأنبوبة المنوية جاية من الحويصلة المنوية واخد رقم الاثنين. الاثنين مع بعض بيتحدوا ويكونوا الحالب اللي بيروح على بره من خلال القضيب. الحالب بيمر من خلالها لحد ما يوصل الى القضيب والى الخارج. وظيفة البروستاتا، الغدة دي الصغيرة بتعمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولى انها بتفرز سائل اسمه بروستاتيك فلويد، مسؤول عن التغذية والحركة والحماية للحيوانات المنوية خلال مرارها إلى أن تخرج وتوصل برا القضيب. الحاجة الثانية أنها بتشتغل زي مضخة بتدفع هذا السائل المنوي من خلال الحالب إلى الخارج. هم دول الوظيفتين الرئيسيين للبروستاتا، لكن البروستاتا ليها في الحقيقة أربع وظائف زي ما هنشوف هنا. الوظيفة الأولى إفراز سائل البروستاتا بما له من منافع كثيرة بالنسبة للحيوانات المنوية وخصوبة الرجل، ومهم جدا لحركة الحيوانات المنوية وبيساعدها في الحركة حتى تصل إلى المبيض بتاع السيد. الوظيفة الثانية مضخة زي ما قلنا. ليه؟ لأن عضلات البروستات بتنقبض وبالتالي بتطرد السائل المنوي إلى الحالب إلى القضيب إلى الخارج. تالت حاجة، أثناء القصف بتعمل إيه؟ بتغلق مجرى البول اللي متجه للمثانة عشان تمنع الحيوانات المنوية والسائل المنوي إنه يتجه عكسي إلى المثانة. وإذا حصلت الحكاية دي فدي حالة مرضية أو اسمها القصف المرتجع أو القصف إلى الوراء أو القصف الرجعي. حالة مش منتشرة ولكنها بتتصف بأن السائل المنوي لا يخرج في اتجاه القضيب وإنما يمشي بالعكس في اتجاه المثانة، وبعد كده يبقى يخرج مخلوطا بالبول. الوظيفة الرابعة إن هي بتعمل عملية ميتابوليزم وبتحول التستوستيرون إلى شكله النشط البيولوجي النشط، لشكل نشط بيولوجي اسمه داي هيدرو تستوسترون. بتحول التستوسترون العادي اللي بيوصل لنا اللي بينتج عن طريق غدة الخصية، بتحول هذا الشكل إلى شكل فعال ونشط اسمه داي هيدرو تستوسترون. نيجي لآخر نقطة عن البروستاتا في الفيديو بتاع النهاردة اللي بنتكلم فيه عام عن البروستاتا، موقعها ووظائفها. هو نقطة حجم البروستاتا الطبيعي قد إيه وزنها. وزنها الطبيعي متوسطه 11 جرام، يعني ما بين 7 إلى 16 جرام. أما الحجم فهو من 20 إلى 30 ملي، ده الحجم بتاعها. وبكده أكون جيت إلى نهاية الفيديو بتاع النهاردة، مقدمة عن البروستاتا، وإن شاء الله سيتبعه فيديوهات أخرى عن أمراض البروستاتا، تضخم البروستاتا الحميد، التهابات البروستاتا، سرطان البروستاتا بعد عنكم.
في الفيديوهات القادمة فتابعوني، وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.